مشتركا وصلوا إلى الحلقات النهائية من برنامج أحلى صوت بعد منافسة مع المئات استمرت لأشهر. خارطة عربية رسمها المشتركون بأصواتهم، فحملا كل واحد منهم لحنا من بلاده. موسم ميزه الحضور العراقي والمغاربي، وأجمع المدربون فيه على كمية الأصوات التي تتميز بخامتها الطربية. السنة اللي فاتت كان العدد قليل الأصوات المميزة، السنة هذه العدد أهم من السنة اللي فاتت، وإحنا أخذنا تجربة يعني كمدربين، وتعودنا على اللعبة صرنا أكثر تأني. أنا شخصيا حبيت نعتمد طريقة التأني ونسمع في عقلي. خلف الكواليس 16 متباريا يتحضرون لأول حلقة تنقل مباشرة للملايين. تدريبات على قدم وساق لأعضاء الفرق، فالكل يشهد على حدة المنافسة، إلا أن التعاون الأخوي يبقى سيد الموقف بين المتبارين. ولأن قواعد اللعبة تتأرجح بين الربح والخسارة، يبقى الاختيار لكلمة يقولها الجمهور ومشترك يختاره المدرب. يعني هلأ الثمانية الموجودين معي صدقني للأسف يعني كتير زعلان أنه في اثنين رح يفلوا اليوم، وهيدي كتير زعلان عليها، لأنه الأربعة اللي مشاركين اليوم معي هني أربعة أصوات حلوين. وفي من شغل 16 متباريا بالتحضير للحلقة الأولى، أمضى البقية أوقاتا أقل توترا بانتظار حلقة الأسبوع المقبل. خولة خولة، أنت فعلا خدتي أعلى نسبة تصويت. ثمانية مشتركين غادروا مجبرين الحلقة المباشرة الأولى من أحلى صوت، تاركين المدربين في موقف لا يحسدون عليه. غنوة يتيم، العربية، بيروت.